المرة الماضية حكينا إنه أنا لما بدي أشبك على السيرفر أو بدي أشبك على الإيميل، أول إشي بدي أعمل خلينا نحكي ديسبلاي للأيدنتيتي تبعتي. هسا الأيدنتيتي تبعتي اللي هو الإيميل تبعي، فأنا لما بشبك على الميل سيرفر هو بحط له الإيميل بيعرف إنه هذا محمد. طب كيف بده يتأكد إنه هو محمد؟ صراحة عن طريق إشي بنسميه الأوثنتيكيشن. الأوثنتيكيشن إنه اعمل اقدم بروف، هذا البروف بثبت الايدنتيتي تبعتي. انا الايدنتيتي تبعتي اللي هو الايميل او النيك نيم تبعي، الايدنتيتي تبعتي بدي اعمل بروف لها. كيف ممكن اعمل بروف لها؟ صراحه اما بستخدم سنجل او ملتي فاكتور اوثنتيكيشن. اذا بنحكي عن سنجل فاكتور اوثنتيكيشن، قد يكون واحد من الثلاثه هذول: something you know, something you have, something you are. something you know زي الباسورد، فاحنا اغلبنا اليوم لما بشبك على ايميل الجامعه بحط اليوزر نيم والباسورد، هذا بيكون سنجل فاكتور اوثنتيكيشن. انا بستخدم something you know اللي هو انا اللي بعرفه وهو الباسورد، او لما بشبك على تليفوني بحط البين كود، هذا something ايش اي نو. في بعض المؤسسات بطلب منك انه بدك something you know وsomething you have. something you know مثلا مرات لما تدخل بدك تسحب مثلا مصاري من البنك، اوكي، فمرات بيحكي لك حط البطاقة تبعتك، هاي something you have اللي هو الكريدت كارد تبعك، أوكي، بالإضافة أنه بيقول لك دخل البين كود، فهذا something you know something you have. something you know اللي هو الباسورد اللي أنت بتدخله أو البين كود تبعك. something you have اللي هي الكريدت كارد اللي أنت بتكون إيش بإيدك أو بجيبتك أو whatever، أوكي. هسا بالنسبة لل something you are غالبا بيكون إشي يونيك، يعني physical identity، وغالبا بتكون يونيك زي بصمة العين، بصمة الإيد، بصمة الرجل بغض النظر، أوكي؟ فهذا إيش؟ something you have. هذول البصمات أو الخصائص الفيزيائية للجسم إحنا شو بنسميهم؟ بنسميهم البيومتريكس، أوكي؟ فأنا مرات عشان السيستم في بعض الحالات يكون عندي سيكيور، أو مبدأ الديفنس إن ديبث إنه يكون عندي أكثر من لاير من السيكيورتي، فبطلب مني السيستم بحط اليوزر نيم، وبنفس الوقت بطلب مني إيش؟ احط الكريدت كارد، او بحط كارد معينه او بين كود معينه، اوكي. مرات بطلب مني مثلا البنك بطلب مني البين كود مع بصمه العين، اوكي. طبعا لقدام في ماده في احدى المواد راح تعرفوا انه حتى المالتي فاكتور اوثنتيكيشن انت بتقدر تعمل له بريكنج في بعض الكيسز. طيب فحكينا اول شيء بتحط اليوزر نيم والباسورد تبعتك للسيستم. السيستم ايش؟ انت عملت authentication على السيستم أو على السيرفر. في عنا صراحة إشي بنسميه authorization أو authority تبعتك. authorization هو عبارة عن شو الأشياء اللي أنت مسموح لك تسويها على السيستم، أو شو الملفات اللي أنت مسموح لك تتفرج عليهم، شو authority تبعتك، شو الصلاحيات تبعتك، شو الأشياء اللي أنت مش ممنوع إيش تتفرج عليها، وشو الأشياء اللي مسموح لك تتفرج عليها. فال authorization control إنه what the user can and cannot إيش do بعد ما يعمل عملية الاثنتيكيشن. فحكينا أول إشي بيعمل اثنتيكيشن على السيرفر من خلال اليوزر نيم والباسورد تبعه، بعدين السيستم بيروح يشيك وين، بيشيك شو الأشياء اللي أنت مسموح لك تسويها أو مش مسموح لك تسويها. يعني الموظف اللي بقسم الاي تي مسموح له مثلا أنه يشوف الإيميل، مسموح له أنه يشوف السيرفرز كلها، مسموح له أنه يشيك يعمل ريسيت للباسورد تبعك، بينما موظف الهيلب ديسك مش مسموح له يسوي هاي الأشياء، أو موظف السيلز مسموح له انه يسعر بعض العطاءات بس مش مسموح له انه يروح يعمل ريسيت للباسورد تبع التيم ثاني، اوكي. فهاي فكره الاثورايزيشن. فحكينا اول شيء اليوزر بيعمل بروفينج للايدنتيتي تبعته اللي هو الايميل تبعه، بعدين السيستم بيكون عنده داتابيز. شو بيساوي السيستم؟ السيستم بيروح يشيك وين، شو النتورك ريسورسز او السيستم ريسورسز اللي اليوزر عمل اوثنتيكيشن يقدر يوصل الها، اوكي. اند وات اليوزرز ايش كان دو وذ الريسورسز هاي، وشو الاشياء اللي ممكن يسويها، شو الصلاحيه تبعته، هل هي ريد رايت اكسكيوتابل. اذا بتتفرجوا على الهوم ورك اللي اعطيناكم اياه، بعض اليوزرز لها صلاحيات الريد، وبعض اليوزرز لها صلاحيات الرايت، بعض اليوزرز لها صلاحيات الاكسكيوتابل. فانت حسب الاثورايزيشن داتابيز اللي بتكون موجوده انت بتتحدد الصلاحيات تبعتك. هلا الاثورايزيشن بالغالب يعني بيستخدم ايش، مجموعه من الاتريبيوتس او مجموعه من الفيتشرز. هاي الفيتشرز او الاتريبيوت
بتعمل ديسكرايبنج او بتعمل يعني بتوصف ال تعمل ديسكرايب لليوزر اكسس للشغلات اللي اليوزر مسموح له فيها يعمل اكسس او شو الشغلات اللي مسموح له ايش يوصل لها بناء على ايش بناء على مجموعه من الاتريبيوت اللي بتكون مخزنه في السيستم. السيستم بالوضع الطبيعي شو بيساوي؟ بيروح يقارن هاي الاتريبيوت اللي اليوزر قدمها في عمليه الاوثنتيكيشن للانفورميشن اللي موجوده وين في الداتابيز تبعته. ففعليا انا لما بعمل لوجن باستخدام اليوزر نيم والباسورد تبعتي بقدم مجموعه من الاتريبيوت اللي هو ممكن اليوزر نيم والباسورد نقد نعتبرها اتريبيوت اوكي. فانت ايش السيستم بيروح يشيك في الداتابيز بيشيك اه والله هذا الزلمه له الهاش باسورد كذا معناته الصلاحيه تبعته ريد بعطيه ايش صلاحيه الريد. هلا السيستم بيعمل ايش بيحدد المجموعه من الريستريكشنز لليوزر الاشياء اللي مش مسموح لليوزر يسويها اوكي بناء على ايش بناء على ايش الاوثنتيكيشن داتابيز اللي بتكون موجوده. السيستم لما تعمل اوثنتيكيشن وبتحقق من المعلومات تبعتك بيعطي نسخه من الداتابيز هاي او الاشياء اللي انت مسموح لك تسويها بيعطيها مثلا للراوتر او للسيستم اذا كان انت عندك ايش ديستريبيوتد سيستم او اكثر من اند بوينت. لانه ليش 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 بيحكي لك الجمله هاي هنا الاوثر بيحكي لك اياها لانه في بعض الكيسز انا بيكون عندي اوثنتيكيشن سيرفر هذا الاوثنتيكيشن سيرفر بيكون نفسه اوثرايزيشن سيرفر اوكي. انا الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن سيرفر هذا هو بيسمح لي او بيعطيني تيكت او بشكل عام ممكن يعطيني تيكت او بيعطيني توكن. هذا التيكت او التوكن ممكن انا اعمل اوثنتيكيشن لسيرفر ثاني مع انه مش نفس السيرفر اللي انا عامل اوثنتيكيشن عنده لكن كلهم بيكونوا مربوطين على سنجل بوينت. واضح؟ فاول خطوه صراحه عمليه ديفايننج للرولز الاشياء اللي مسموح لك ومش مسموح لك تسويها اول الخطوات او اهم الخطوات صراحه اللي احنا بنستخدمها في موضوع الكنترول اكسس. اوكي فاول شيء بالغالب شو بنساوي بنعمل اوثرايزيشن للبوليسي الاشياء اللي مسموح لك مش مسموح لك تسويها. هاي بالغالب تيم المانجمنت او تيم الاي تي هو اللي بيحدد هاي الشغلات. اوكي بس في عندنا شيء ثاني بنسميه الاكاونتابيليتي مبدا الاكاونتابيليتي او المحاسبه. لاحظوا انت لما تدخل على السيرفر اي ترانزاكشن او اي حركه بتسويها على السيستم او على السيرفر بتكون ريكوردد مسجله. ليش؟ لانه قد يكون في بعض الحالات انت سويت ضرر للسيستم او السيستم بده يحاسبك او الادمنستريتور بده يحاسبك على الاكشن تبعتك فهذا لازم يكون ريكوردد. تخيل حالك تشتغل في مؤسسه وتاخرت عن وقت يعني بعد وقت الدوام اشتغلت اوفر تايم 3 ساعات. هسه الشركه هاي كيف بدها تحاسبك اذا انت ما عندك بروف انه والله انت مشتغل 3 ساعات زياده. فمبدا الاكاونتابيليتي صراحه من المبادئ المهمه جدا انه على اساس انه انا بحاسبك سواء بالايجاب او بالسلب اوكي. فالاكاونتابيليتي شو هي؟ بعمل تريسنج للاكشن باك تو ا بيرسون اور بروسيس ميكينج ذا تشينج تو ذا سيستم اوكي. هلا بيكون انا شو الفكره من الاكاونتابيليتي اني بتتبع الاكشن اي فعل بيصير عندي من قبل الشخص الموظف اللي عندي او من قبل البروسيس اذا بنحكي عن اوبريتنج سيستم. اي شخص او اي بروسيس بتعدل اشياء على السيستم هاي شو بتكون؟ هاي بتكون ريكوردد بتكون ايش مسجله في السيستم اوكي. فبالاكاونتابيليتي انا شو بساوي؟ بعمل كوليكشن لهاي الانفورميشن وبعمل ايش ريبورت بالاشياء اللي انت سويتها. طبعا الريبورت ما يعني قد يكون ديلي ويكلي مونثلي حسب السياسه تبعت المؤسسه تبعتك. بس موضوع الاكاونتابيليتي من المواضيع المهمه جدا اوكي. طيب شو الاشياء اللي ممكن استفيد من الاكاونتابيليتي فيها؟ صراحه الاورجنايزيشن اللي انت بتشتغل فيها او المؤسسه شو بتقدر بامكانها تستعمل هاي الداتا او اللوج فايلز بحيث انه ايش تعمل اوديتنج او تعمل بيلينج. يعني فرضا اوديتنج زي ايش؟ لما نحكي في بعض البنوك فيها تيم بيكون تيم الاوديتنج. بس تيم الاوديتنج هذا شو بيكون وظيفه تيم الاوديتنج؟ انه بيشيك على البيهيفير تبعون الموظفين، بيشيك على الاجراءات اللي بيتبعوها، هل هي صحيحه مش صحيحه؟ كل هاي الاشياء، وهاي احدى الوظائف اللي انتم بامكانكم تشتغلوا فيها في السكيورتي.
في كثير من الشركات تبعت الاوديتنج اللي بالاردن زي الكي بي ام جي او البي دبليو سي، هي شركات انترناشونال، في كثير من الناس اللي بيشتغلوا في السكيورتي بيدرسوا فيها. او ممكن اعمل بيلينج صراحه، ممكن يعني فرضا موظف عندي اشتغل 3 ساعات، ممكن احاسبه او ممكن اصرف له فاتوره او بضيفها على الراتب تبعه وات ايفر. بس مهمه جدا صراحه موضوع ليش الاكاونتابيليتي. لاحظ هلا هاي الكوليكتد داتا او الانفورميشن اللي انت بتجمعها مايت انكلود ايش اللوج ان تايم لليوزر. يعني مثلا يوزر دخل على السيستم، اوكي الوقت اللي اليوزر دخل على السيستم هذا بتكون ريكوردد، اوكي سواء اللوجز هذا كان سكسسفول او في فيلير. اوكي ليش؟ لانه صراحه في بعض الكيسز انا بيصير عندي مشاكل انا بدي احقق فيها، فلازم ارجع ايش لللوج فايل. فحكينا انه بتحدد لي الوقت اللي دخل فيه السيرفر او شو النتورك ريسورسز اللي اليوزر عمل اكسس لها. يعني فرضا لو اجينا مثلا هون على الويندوز، اوكي وروحنا على شيء بيسموه الايفنت فيور، هذا الايفنت فيور بيكون فيه كل اغلب الترانزاكشنز اللي انت بتسويها على السيستم بتكون مخزنه. ففرضا انا لما بدخل على السيستم بحط اليوزر نيم والباسورد تبعي، هذا وين بتكون موجوده؟ في شيء بنسميه الويندوز لوجز. جوا الويندوز لوجز في شيء تاب يسميه السكيورتي. هسه جوا السكيورتي بيكون في ايش؟ الوقت اللي انت دخلت فيه على السيستم سواء ريموتلي من النتورك او مباشره وانت قاعد على الكمبيوتر، هل انت دخلت بوقت صحيح او مش صحيح. لاحظوا انا قبل المحاضره مثلا على 8 وعلى 9 48 دقيقه شو سويت انا؟ دخلت اليوزر نيم والباسورد غلط على الكمبيوتر اللي انا بشتغل عليه. فلاحظوا السيستم شو سوى؟ الحركه هاي سجلها. فلاحظوا، فانت مرات اللوج فايل مهمه جدا. طب ممكن واحد يقول لي طب احنا شو ممكن نستفيد منها؟ صراحه انا بتذكر كيس انه قبل فتره بواحده من الاماكن اللي كنت اشتغل فيهم انه انبعث ايميل لعطاء معين من كمبيوتر شخص، وهذا الايميل الشخص بيحكي يعني صاحب الكمبيوتر بيحكي انه انا ما بعثت الايميل. فلما رجعنا لللوجز اكتشفنا انه الايميل مبعوث، انه في واحد داخل على الكمبيوتر تبعه خارج اوقات الدوام الرسمي داخل على 6 المساء. والحركه هاي ما كانت يعني واحد عامل لوج عن طريق النتورك، واحد داخل من خلال الكمبيوتر تبعه، يعني فاتح مكتبه وفاتح من خلال الكمبيوتر تبعه. فاحنا على الاقل في هاي الحاله ما حاسبنا الموظف. ليش؟ لانه ما كان داخل من لانه كان داخل اول شيء في وقت غير وقت الدوام. هاي اول نقطه، لقينا التايم خارج وقت الدوام والشخص هذا خارج وقت الدوام كان في محافظه ثانيه. ففي موظف واحد ثاني فاتح المكتب تبعه وعامل لوجن على السيستم محله. واضح شو فايده الاكاونتابيليتي شباب؟ مهندس هاي يس عمر، مش مبدا هكا تفضل جاوب. تفضل. هلا انا لانه سالني عمر، لا هو هي عباره عن كريمنال اكتيفيتي، اللي شخص اللي دخل مش هاكر صراحه. طبعا يعني انا لما حللت الكيس صراحه هو نفس الشخص فعليا، سوى طريقه معينه داخل من سيرفر ثاني وحاذف لوجز من الفايل سيستم، بس لانه انا ما كنت المسؤول المباشر عن التحقيق في الموضوع هذا، الشباب اللي معي يعني برؤوه، بس انا بالنسبه لي يعني كنت يعني مليون بالمليون متاكد انه هو مسوي الحركه هاي بالعمد. مهندس هسه هذا اللوج بتجدد كل فتره بتصفر يعني؟ شوف هسه اللوج فايل بالوضع الطبيعي بيكون له كل فتره معينه بنعمل له ايش؟ ديليت. حسب انت طبعا حسب اعدادات معينه في السيستم، فانت بامكانك تحكي انا اللوجز بدي اياه لشهر لسنه لسنتين حسب المؤسسات. هاي بترجع لمين؟ بترجع لقانون الارشفه الالكترونيه اللي تابع للدوله. حسب معلوماتي في الاردن ما في عندنا قانون ارشفه الكترونيه، يعني ما في عندنا شيء بيحكي انه والله خلي اللوجز هاي 6 سنين او 7 سنين. في عندنا بالاردن قانون للارشفه الورقيه، بس الارشفه الالكترونيه ما شفت قانون لها عندنا بالاردن. تمام. تفضل مؤنس. دكتور هسه احنا بنحضر بالافلام او بنشوف بالافلام انه شخص او الهكر ممكن يتحكم بجهاز الضحيه بشكل غير مباشر، بشكل يعني بعيد بالضبط ريموتلي.
فهسه لو مثلا انا تحكمت بجهاز شخص معين، اللوك تبع الشخص راح يفوت بشكل طبيعي زي ما انه الشخص نفسه بفوت، ولا كيف راح يكون الوضع؟ ممتاز. هسه في اكثر من طريقه. اول شيء الهاكر بالغالب شو يستخدمه؟ بيستخدموا مبدا شيء بسموه الريفيرس شيل، لانه اغلب السيستمز اليوم فيها فاير وول. فمبدا الريفيرس شيل انه بخلي، طبعا انا الاتاكر زي ببعث لينك او ببعث ماليشيوس ابلكيشن للاند يوزر، الاند يوزر بيعمل انستليشن للابلكيشن هذا زي برنامج الواتس الذهبي. بعدين شو اللي بيصير؟ اليوزر مباشره بس يعمل دبل كليك، الاتاكر بيكون عنده سيرفر على الكلاود، شو بيساوي؟ او كمبيوتر عنده بالبيت. هاي ممكن بعدين نسوي لكم كيس ستدي فيها. فشو ممكن يساوي الاتاكر؟ انت مباشره الاند يوزر او الفيكتيم بس يعمل انستول للابلكيشن، بيعطي كنترول لمين؟ بيعطي كنترول لجهاز مين؟ لجهاز الاتاكر، من خلال شيل ببعثه. هسه الاتاكر بالغالب شو بيساوي؟ طبعا في شيء بسميه كلين لللوجز او كلين للايفيدنس. الاتاكر بالغالب بعد ما يعمل الاتاك تبعه بيحذف اللوجز هاي، بس اغلبهم طبعا ما بيحذفوا اللوجز. فاذا نعمل ديجيتال فورنزكس بشكل صحيح، في اثباتات بتحكي انه الاتاكر كان في الكمبيوتر هذا. طبعا في طرق كثيره انت بامكانك تعرف انه الكمبيوتر تبعك معمول له هاكينج او لا. ففرضا اذا بنحكي عن ويندوز اوبريتنج سيستم، بامكانك انت تفوت مثلا وين؟ بامكانك تفوت والله على الكمبيوتر تبعك. اذا بتلاحظ دائما انه في عندك بروسيس انت مش مشغلها، او انت بتعرف انه هاي البروسيس تابعه لابلكيشن انت مش منزله، اوكي، فدائما بالغالب بيكون في كونسيوم ريسورسز عاليه جدا. او اذا بتروح على النتورك سوكيتس بتلاحظ انه جهازك عامل ايش؟ كونكشن، في اكتيفيتيز كثيره من جهازك مبعوثه على سيرفر على الكلاود او على سيرفر بالصين، اوكي. فانت اذا بتعمل مونيتورنج للاكتيفيتي تبعت الجهاز تبعك من خلال، اذا بنحكي عن الويندوز على التاسك مانجر، بامكانك تكشف هاي الاشياء، اوكي. هلا اليوزر العادي اللي ما بيكون عنده باك جراوند بالاي تي صعب انه صح يكشف الاشياء هاي، بس مرات يعني مرات في انديكيشنز بقدر الواحد بيعرف انه الكمبيوتر تبعه انه معمول عليه هاكينج او لا. مثلا زي السيستم مثلا، يعني انت مثلا مشغل برنامج بسيط جدا ما باخذ ريسورسز عاليه من الكمبيوتر تبعك، بس الكمبيوتر تبعك بيضل يهنج كثير، او بيضل ايش يعمل أو مثلا يعمل ابديتس كثيره، او بيضل بيشبك على سيرفرات كثيره، اوكي، او الحراره تبعت الكمبيوتر دائما تبعتك بترتفع بشكل كبير جدا. هاي انديكيشنز انه الجهاز تبعك قد يكون معمول له هاكينج، اوكي. واضح الفكره شباب؟ طبعا بالويندوز بامكانك تستخدم التاسك مانجر، في اللينكس في كوماند اسمه التوب بيعمل لك فيو للتوب بروسيس اللي بتاخذ ايش؟ ريسورسز عالي جدا. اذا ظل معنا وقت خلال الفصل هذا او للفصول القادمه، ممكن اعمل لكم ورك شوب بالاندرويد اكسبلويتيشن، انه نعمل داونلود لابلكيشن على الكمبيوتر تبعك وانت تعمل له رن، وانا بكون عامل ليسننج على سيرفر على الكلاود، وانت اول ما تنزل الابلكيشن تبعك نسحب الصور من جهازك، او بنشغل الكاميرا او بنشغل الكلاود. هاي ممكن نسويها صراحه لقدام، يعني واضح جايز؟ تمام. طيب، فهذا بالنسبه لموضوع الاكاونتابيليتي. فموضوع الاكاونتابيليتي صراحه مهم جدا الي او علي انا كمؤسسه، انا بيهمني جدا. ليش؟ لانه انا بالانفستيجيشن صراحه لما يصير عندي انسيدنت او مشكله او اتاك، انا برجع لمين؟ لللوجز هاي. فبتفيدني في موضوع الاكاونتابيليتي، اوكي. فحكينا هاي اللوجز بتقلعوا الاورجنايزيشن عشان تعمل تريس للاكشنز اللي صارت على السيستم، الايرورز اللي صارت كمان، المستيكس او اللي ممكن كمان تصير خلال عمليه الاوديتنج او الانفستيجيشن. صراحه المستيك مره او الاخطاء او الايرورز اللي بتصير مش شرط من الهاكينج، قد يكون من شخص اللي يعمل ديجيتال انفستيجيشن بالغلط، عمل تامبرينج ايفيدنس، عدل على الايفيدنس بطريقه غير صحيحه، اوكي. طيب، عمليه الامبلمنتيشن لمبدا الاكاونتابيليتي صراحه بيكون على اكثر من جانب. في جانب بتعلق في التكنولوجي، في السيرفرز اللي انا بستخدمها. طبعا اشهر السيرفرز اللي يعني من السيرفرز المشهورين في موضوع الاكاونتابيليتي شيء بنسميه التكاكس والرادياس، اوبن سورس بروتوكول او سيرفرز بسمح لك هذا الشيء. هاي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه موضوع البوليسي والبروسيجرز، هذول الاثنين كمان بيدخلوا في موضوع الاكاونتابيليتي. موضوع اليوزر اديوكيشن كمان هذا بيدخل في موضوع الاكاونتابيليتي.
زي لقدام راح نشوف انه احنا في عندنا اكسس كنترول بتعتمد على انه اعمل ديتيرنس لليوزر من خلال رادع معين، انه اي واحد بيسوي كذا راح اخصم منه كذا او راح اسوي فيه كذا. اوكي، فدائما دائما اقول لكم شغله، حتى خلينا نحكي لما يصير في الشركات الكبرى، اول شيء بيروحوا بيرجعوا لوين؟ بيروحوا بيرجعوا على اللوج فايلز، لانه اللوج فايل صراحه بيكون ريتش بالانفورميشن. فاللوج فايل بالغالب بيكون فيه ديتيلز كثيره عن الانفورميشن اللي صارت على السيستم او على كل ترانزاكشن. اوكي، زي هون بحكي لك اللوج فايلز بروفايد ديتيلد انفورميشن بيزد اون ذا باراميتر تشوزن. هاي الباراميتر مين اللي بيحددها؟ بتحددها انت السيستم ادمنستريتور، شو الاشياء اللي ممكن تعملها ايش اكاونتنج، او شو الاشياء اللي ممكن يعملها لوج. هلا اذا بنحكي عن الويندوز اللي بيستخدم الانتي اف اس فايل سيستم اللي هو نتورك اللي هو نيو تكنولوجي فايل سيستم، اي ترانزاكشن على السيستم بيكون ريكوردينج. لاحظوا مثلا انا فاتح لكم البي دي اف دوكيمنت، اوكي، كم دقيقة شايفين كم دقيقة فتحتها، في لوجز بتكون جوا الريجستري بنسميه الفوكس تايم بتكون مسجلة، كل يو اس بي بتدخله على الكمبيوتر بيكون ريكوردد. كل مثلا اذا انتقلت ما بين السي والدي والاي والابصر ايش، هاي بنسميه الشيل باجز، برضو بيكون ريكوردد جوا السيستم. طبعا هاي كل الاشياء راح تاخذوها في مادة الديجيتال فورنزيك بشكل عملي. اوكي، طيب انواع الكنترول السكيورتي كنترولز اللي احنا ممكن نطبقها، اول شيء صراحه اللي هو البريفنتيف كنترولز. شو هو البريفنتيف؟ انه صراحه انا كل فتره كل فتره بروح اشيك على مش متلاحظوا مرات بعض الشركات او بعض المؤسسات كل فتره في عندهم بيشيكوا على السيستم وعلى السيرفر يوميا شهريا اسبوعيا. ليش؟ هذا بيكون اجراء وقائي او اجراء احتياطي. يعني اذا بتتذكروا حادثه السلط، لو كان في شيء بيسموه بريفنتيف كنترولز او بريفنتيف مينتننس كل اسبوع او كل شهر يشيكوا، صراحه ما كان حدثت الفاجعه هاي. اوكي، الاصل انه كل شخص، طبعا كل شخص بيكون عنده مسؤوليه يشيك على الاشياء اللي مسؤول عنها كل فتره. فالهدف من البريفنتيف كنترولز اني امنعها شغله انها تحدث، او على الاقل قبل ما تحدث اني اقدر ايش اوقفها. فهي prevent means to keep something from ايش happening، اني امنع ايش انه يصير. تفضل مؤنس. لا بالغلط دكتور، غلط. اوكي اوكي، مش مشكله. طيب فهاي شو بتعمل لي؟ بتعطيني كنترولز. هاي الكنترولز شو بتساوي لي؟ بقدر من خلالها اوقف اعمل ستوب للانوانتد او الانثورايز اكتيفيتي فروم هابينينج. يعني انا بعمل اجراءات احتياطيه، بشيك على السيرفرز دائما، بعمل ابديت دائما، باتش دائما للسيستم، بحيث انه ايش السيستم لا سمح الله ما يصير ايش في اتاك. اذا بتلاحظوا جماعه مايكروسوفت كل فتره بينزلوا باك اب او كل فتره بينزلوا ابديت، هذا الابديت شو الهدف تبعه؟ اجراء احتياطي انه يسكروا مشاكل في السكيورتي في الاشياء القديمه. اوكي، فالبريفنتيف هو اجراء وقائي احتياطي قبل ما بيحدث. اوكي، الهدف اني امنع الاتاك انه يصير عندي. اوكي، هلا في عندك الديتيرنت كنترولز، من اسمه يعني رادع، اللي هو عكس مبدا الريوردينج. هلا مبدا الريوردينج انه مثلا اللي هو مبدا المكافآت، انه والله اذا انت بتسوي كذا انا بشجعك وبعطيك جائزه كذا، طب اذا ما سويت كذا بخصم منك كذا. هلا الديتيرنت او الديتيرنس بيسموه بعض الحالات، هذا انه انا بردعك من خلال ايش عقوبات. يعني فرضا بالجامعه بيحكي لك اي شاب مثلا بيكون واقف مع بنت على الكرسي بسحب هويته، او مثلا له انذار او الى اخره، او اذا بتغش في الماده ايش بعطيك انذار. هاي كلها اجراءات صراحه بتردع الشخص انه يعمل اكشن. اوكي، الهدف انه تردع طبعا في بعض المؤسسات انه والله اي يوزر مثلا بيعمل تسريب لمعلومات لبرا الشركه بينطرد من الشركه. هاي صراحه الكنترولز او الضوابط اللي احنا بنسويها عشان نردع الناس، نخوفهم، نرهبهم انه ايش لا تسوي الاكشن هذا، لانك اذا سويته صراحه راح تتعاقب. اوكي، ف اويرد انكرج انديفيدجوالز تو دو ايش الرايتنج، هذا مبدا الريوردنج. هلا الديتيرنس شو بيساوي؟ ديسكرج ذم فروم انه ايش يعمل دوينج رونج اكشن. واضح، احنا از سايبر سكيورتي سبيشالست في الاورجنايزيشن اللي بنشتغل فيها بالغالب اي يوزر بيعمل اكشن
مش صحيح ضمن البوليسي فايش بنعاقب لك. هلا انت لما بتروح تشتغل في شركه، اول ما بتشتغل في الشركه طبعا شركات محترمه، اول اسبوع بيجيبوا لك منتور، هذا المنتور بيعلمك شو الاشياء اللي لك واللي عليك في المؤسسه، شو الاشياء اللي مسموح لك تسويها، شو الاشياء اللي مش مسموح لك تسويها، التدخين مثلا في السموكينج اريا، الدوام من 8 للـ5، ممنوع تيجي قبل الدوام، ممنوع تتاخر لبعد الدوام، ممنوع الاكسس كارد تبعتك تعطيها لموظف ثاني، ممنوع تبصم عن موظف ثاني في الاكسس كارد، ممنوع الكمبيوتر تبعك تعطيه لواحد ثاني، كمبيوترك ممنوع يضل في الشركه، خصوصا بعض الشركات اللي بتشتغل في الاي تي في السبورت بيمنعوا الشركات لما بتشتغل في الاي تي او في السبورت بالغالب الشركه بتعطيك كمبيوتر او لابتوب، هذا اللابتوب بالغالب بيمنعوك تخليه في الشركه. طب واحد منكم يقول لي لابتوب بيعطوني اياه الشركه ممنوع اخليه بالشركه؟ طبعا مش لسواد عيونك، لانه مرات في زبون يكون عنده مشكله فتضطر تشبك له انت من البيت، او ثاني يوم مرات ما بتجي على الدوام على الشركه مباشره وتطلع على الزبون مباشره، فمش لسواد عيونك طبعا. واضح شباب؟ هذا بالنسبه ايش للديتيرنت كنترولز. لا في عندنا الديتكتيف كنترولز، انه انا بحاول اتحسس الاشي قبل ما يصير من خلال ايش. طبعا الديتكشن مبدا الديتكشن اللي هو اكت او بروسيس، اني نوتيسينج بكتشف او بلاحظ اشي قبل ما ايش يحدث. اذا بتلاحظوا فرضا الشركه في عندها حارس على الباب، اوكي، والحارس هذا بيشوف شخص بيظل رايح جاي رايح جاي من قدام مين، من قدام الشركة هاي. طب انت كشخص هنا بتشك فيه ولا ما بتشك فيه؟ كحارس بتشك فيه ولا ما بتشك فيه؟ طبعا الكل راح يشك فيه، او الشركة مثلا او البنك او ابصر ايش بيكون عنده مثلا سنسورز، هاي السنسورز تعمل لك ديتكشن انه هاي في يوزر فايت عندي ولا ما مش فايت عندي جوا الشركة او المؤسسة تبعتي، اوكي. فهاي صراحة كلها من الاشياء اللي انا بقدر اعمل ديتكشن انه صار انه ممكن يصير عندي اكشن، اوكي. طيب ففعليا الديتكتيف كنترولز الهدف هي عباره عن اكت او بروسيس اوف نوتيسينج اور ديسكفرينج سمثينج، تمام. هاي الجزئيه الاولى. هلا الاكسس كنترول ديتكشن بشكل عام بيعمل لي ايدنتيفيكيشن او بيحدد لي او بيعرف لي مجموعه معينه من الانثورايزد اكسس اللي انا من خلالها بقدر اكتشف انه هذا البيهيفير اللي بيصير قد يؤدي الى ضرر بالشركه عندي. يعني مثلا انا الحارس موجود وين؟ على باب الشركه، وفي واحد رايح جاي. طب هذا شيء طبيعي باي ديفولت انه في واحد داخل عندك على السيرفر او على الشركه. طيب في الداتا سنتر، الباب تبع الداتا سنتر مفتوح او بيدخل هواء. طيب ما هذا اكشن انه الداتا سنتر لازم معمولها لوك، فلما ينفتح الباب بنبعث الارم. هذا اكشن او انا من خلاله بقدر اعمل ديتكشن انه ايش، انه في ان اوثرايزد اكتيفيتي ممكن تصير. واضح؟ طبعا عمليه الديتكشن هي يعني سمبل، ممكن يطبقها على الهاردوير او على السوفتوير او على الفيزيكال. الفيزيكال زي ايش؟ زي بيكون عندي مثلا انا على الباب سنسورز او مجسات، اول ما بدخل شخص بنبعث الارم. طبعا ممكن واحد يقول لي طيب انا اذا عندي شركه وكل وبالنهار كل واحد بيكون فايت وطالع بنبعث عندي الارم، بقول لك لا مش هيك. المؤسسات غالبا الالارم هذا بتشغله خارج اوقات الدوام، اوكي، يعني بعد 6 او بعد 7 مساء او من 2 للـ3 الفجر. طيب فهذا شو بيكون؟ هذا بيكون ايش هذا احد الامثله. الامثله الثانيه قد يكون عندك ايش سكيورتي جارد. هلا على مستوى النتورك مرات بيكون عندي شيء بنسميه الانتروجن ديتكشن سيستم، بيعمل انسبكشن للنتورك، وبس يعمل انسبكشن للنتورك بيقارن اما مع داتابيز معينه انه هاي هذا في فيروس بيزد على سيجنتشر معين او بناء على البيهيفير. طبعا الانتروجن ديتكشن سيستم بالتفصيل نغطيه في ماده النتورك سكيورتي وماده النتورك ديفنس. طيب في عندك شيء بنسميه الكوركتيف كنترولز،
صراحة الكوركتيف كنترولز صراحة من الأشياء اللي مش محببة أنها إيش أنها تكون موجودة. ليش؟ لأنه هذا فعليا بما معناه أنه الواحد بتعلم من جيبته أو بتعلم من كيسه أنه الأكشن أو الثريت وقع، يعني وقع الفاس بالرأس. زي مثلا هسه اللي بيصير في مستشفى السلط، هذا إشي بنسميه كوركتيف كنترولز، أنه بعد ما وقع الفاس بالرأس صاروا يصلحوا في البوليسي والسياسات بحيث أنه إيش أنه يتفادوا أي إشي يصير مستقبلا. زي مثلا هسه كل يوم بيشيكوا على موضوع الأكسجين 3 مرات باليوم. طبعا هذا الاكشن او الكوركتيف كنترولز متى صار؟ صار لانه صار عندهم ثريت، فصار ليش؟ يعني صار عندهم اكسبيرينس معينه من ثريت صار عندهم. فالكوركتيف كاونتر اتاكس سمثينج ذات از انديزايربل. ليش انديزايربل؟ ليش؟ لانه بالاصل سبب ضرر عندي في الشركه. فالشركات بالغالب بتتعلم من جيبها او بتعمل بوتينج لكوركتيف اكسس كنترول بعد ما يصير عندي ايش سيستم اكسبيرينس ثريت. واضح؟ واضح النوع هذا ولا مش واضح شباب؟ لا واضح. طيب هسه بالكوركتيف كنترولز اللي احنا بنحطها اللي هي الرولز هاي، شو الهدف تبعها؟ انها تعمل ريستور للسيستم باك لدرجه معينه من الكونفيدنشياليتي والانتجريتي والافيلابيليتي. شركه صار عليها اتاك او رانسام وير، تشفرت كل البيانات، راحوا رجعوا الباك اب اللي عندهم، تعلموا من جيبتهم. في المرات القادمة بتعلموا إيش؟ إنه يأخذوا إجراءات احتياطية أكثر، زي يعملوا أبديت يومي وشهري وأسبوعي وإلى آخره. واضح؟ طيب هلأ برضو في نفس الوقت يعني they can also restore the system normal بعد ما إيش يوقع الفاس بالرأس، أو بعد ما بنسميه إحنا unauthorized activity acquired. واضح؟ طيب هلأ في نوع ثاني أشمل وأعم من النوع الأول، قريب من النوع الأول اللي هو الكوركتيف كنترولز، شيء بنسميه الريكفري كنترولز. هلا الريكفري كنترول انه برجع السيستم تقريبا 100% زي ما كان للنورمال ستيت. هلا هون في الحالة هاي برجعه بس مش للدرجة اللي موجودة لتحت. حتى الإجراءات اللي انا بعمل فيها ريكفري بتكون اشمل واعلى، اوكي؟ فالريكفري اكسس كنترول بتعمل ريستورينج للريسورسز او الفانكشنز او الكابابيليتيز اللي موجودة بعد ما يصير عندي إيش violation للsecurity policy أو بعد ما ينعمل إيش attack. هلا هاي recovery controls أو السياسات اللي هم بيعملوها الهدف تبعها بتعمل repair للدمج اللي بيصير عندي، بالإضافة أنها مستقبلا توقف أي إيش ضرر بيصير عندي في نفس ال بنفس الحالة. لاحظوا هنا إيش ال recovery controls بالغالب بتكون إيش advanced، فيها advanced capabilities وoption أكثر من اللي قبليها. يعني هو بهاي الحالة بيرجع السيستم زي ما كان قبل الثريد. بالضبط. شوف الثنتين بيرجع زي ما قبل، لكن اللي هون درجة النورماليتي تبعته بتكون أعلى من اللي فوق. واضح؟ أيوة تمام. لأنه هون corrective controls ممكن ترجع لقدام، راح تعرف إشي بيسميه البزنس continuity. في البزنس ريكفري، البزنس كونتينيوتي اني ارجع اكبر قدر اني اخلي السيستم على الاقل يشتغل، حتى لو مش بالفول فانكشناليتي، حتى لو مش بالطاقه كامله تبعته، بس على الاقل برجعه يشتغل في لدرجه معينه. بينما بالريكفري انا السيستم بحاول اخليه ايش 100% يرجع ايش يشتغل زي ما كان. واضح جايز؟ طيب في شيء بنسميه الكومبنسيتيف كنترولز. ببساطة هو مشتق من كلمة ميك اب. حدا بيعرف الميك اب ايش هو؟ تخيل حالك انه عندك امتحان وانت الامتحان ما حضرته، فشو اللي بيصير عندك؟ اللي بيصير عندك ايش؟ انه الدكتور بيروح بيعمل لك ميك اب امتحان، بيعطيك فرصة تعوض الامتحان اللي راح عليك. نفس الفكرة هون، في بعض الكيسز عندي انا ما بقدر اطبق الكوركتيف كنترولز القدام، اوكي؟ الكوركتيف كنترولز القدام اللي حكينا عنهم الريكفري والكوركتيف والديتكشن، بعض الحالات انا ما بقدر ايش اطبق هذيك الكنترولز. فشو بسوي؟ بطبق هاي الكنترولز اللي هي بالغالب بتكون ميك اب تعويضيه لايش؟ الكنترولز الثانيين. واضح؟ طبعا هون ايش في بعض الحالات بتعمل سبستيتيوشن للاذر كنترولز
في حالة إنه بيكون not possible under يعني some circumstances معينة، مش ما بقدر أنا بطبق فيها هذيك البوليسي، فبطبق فيها هاي إيش الكنترول، بيكون عندي كنترولز معينة أنا مخبيها لحالات أنا إيش ما بقدر. كيف عندنا بالأردن مبدأ هسه القانون العرفي، قانون الدفاع. هسه قانون الدفاع هون بقدر أطبق اللي بدي إياه، ليش؟ لأنه قانون عرفي مش مبدأ، يعني مش خلينا نحكي مرتكز على دستور وقوانين وإلى آخره. يعني هسه مثلا في عندنا بالأردن في عندنا قانون الحريات العامة، إنه ممنوع إيش أتعرض لحرية الأشخاص. طب ما أنا إذا حد تعرض لحرية الأشخاص شو اللي بيصير عندي؟ خلفت القانون. أنا هسه في عندي قانون أعلى منه، ما بقدر أطبق قانون الحريات، أوكي، لأنه عندي ظرف طارئ. فبهاي الحالة بستعيض عن قانون الحريات في إيش؟ في قانون الدفاع. واضح شباب؟ هذا اللي بنسميه الكومبنسيتيف كنترولز، الضوابط التعويضية. طيب في شيء بسميه الاوبسكورينج الداتا، اللي هو التعتيم او التشويش على البيانات. او طبعا بنقسم الى ثلاث اقسام، اول شيء بنسميه الداتا ماسكينج، والقسم الثاني بنسميه الاستيغانوغرافي، والقسم الثالث الداتا اوبسكيشن. هلا الداتا ماسكينج عباره عن ايش؟ من اسمه ماسك، يعني كيف مثلا الصبايا اللي بحطوا ميك اب على وجههم، بالغالب الميك اب هذا بخفي نوعا ما معالم من الوجه. او اذا بتروح على برنامج زي التيك توك، اليوم برنامج التيك توك اول ما بتشغله بيطلع لك فلتر، هذا الفلتر بغير لك اسنانك، بخلي لهم لونهم ابيض، بخلي لك بغير لك الخشم تبعك، بغير عيونك بخليهم زرق. هاي فلترز كثيره موجوده، واضح؟ فهاي هي عباره عن ماسك فعليا، مش شيء حقيقي، بس هو على الأقل بخفي المعالم الحقيقية. نفس الفكرة هاي بدكم تأخذوها، واضح؟ فهو بهدف إيش؟ طيب بهدف السكيورز بالضبط، الهدف إني بدل ما أعمل بريزنتينج للسكيور ديتا اللي قدامك، ما يعني بيكون مبين لك داتا عادية مش مهمة، بس أنا جواته بكون مخفي داتا لها أهمية أكثر. هسه لقدام راح أفرجيكم الكيسز. طيب هاي التكنولوجي شو الهدف منها؟ هدف منها ان تعمل بروتكشن للداتا او بتخليها ايش سكيور. شو الميكانيزم تبعتها؟ انها تعمل ريبليسمنت للسنسيتيف انفورميشن باي نون سنسيتيف ايش فيرجن من هاي الداتا. يعني بقيم السنسيتيف بحط محلها ايش سنسيتيف نون سنسيتيف انفورميشن، بحيث انها تبين زي الداتا الاصليه، بس اللي بيستقبل هاي الداتا بيعرف انه هاي فعليا داتا معمولها ماسكينج. واضح؟ طيب الهدف صراحة انه ايش ما اعرض البزنس لاي خطر انه ممكن الاتاكر ايش يواجهه. اوكي؟ This means البزنس بروسيس can use ايش sensitive non-sensitive data and there's no need to change the supporting application or data storage facilities. طيب بالغالب هنا الماسكينج للداتا بقلل عملية انه اعمل بروباجيشن للداتا على ديستريبيوتد سيستم. فالسنسيتيف داتا انا بتكون عندي محمية. طب اصلا يعني اذا ناخذ مبدئين، مبدأ السبستيوشن والشفلينج، فرضا تخيل انت عندك نص، هذا النص اللي قدامك، اوكي، هذا النص مش خلينا نحكي مش موجود عندك عادي. طيب روح بدل اول كلمه مع اخر كلمه، فشو بصير عندك؟ النص sensitive data بعدين replacing mask، فشو بصير عندك؟ النص sensitive replacing by data securing that technology is masking data. لاحظ في هاي الحاله انا ايش بدلت الداتا مع مين؟ مع سنسيتيف، وبدلت الماسك مع مين؟ مع ريبليسنج، وبدلت الاز مع باي، وبدلت الاي مع الـ مع الـ مع الداتا. هاي الحاله الداتا هون سنسيتيف ولا نون سنسيتيف؟ بقدر اعتبرها نون سنسيتيف. فانا هون شو سويت؟ عملت سبستيتيوشن للداتا، اوكي، في هاي الحاله. هسه الحاله الثانيه اني اعمل شفلينج للداتا، بخلط الداتا بحيث انه العمود السطر الاخير بيصير السطر الاول، والسطر الثاني بيصير قبل الاخير. طبعا حتى مبدا السبستيتيوشن والشفلينج بيكون مبدا مبني على رولز معينه، اوكي.
طيب فحكينا الريبليسنج للداتا، شو اللي بيصير عندي؟ بعمل ريبليس للداتا with authentic looking values to apply the anonymity mechanism. طبعا هاي اللي قدام راح ناخذ مثال عنها، واضح؟ طبعا شوفوا هذول السلايدات راح ارجع اشرحهم المره الجايه بالعملي، بس لانه انا كمان ثلاث دقائق بدي اطلع من المحاضره لانه عندي اجتماع. المبدا الثاني مبدا الاستيغانوغرافي. شو مبدا الاستيغانوغرافي؟ اني بجيب فيديو او صوره وبحط جواتها ايش؟ داتا. هذا ايش؟ ببساطه بحيث انه قدامك بتبين الصوره عاديه لكن من جوا ايش؟ بيكون عندك ايش؟ الداتا. المبدا الثالث اللي هو الداتا اوبسكيشن، اني بعمل طبعا احدى الطرق اللي بنستخدمها عوضا عن الكريبتوغرافي، اوكي، بحيث انه الداتا ما بتكون مفهومه للشخص اللي بيقراها. الداتا هاي اي واحد ان اوثرايز بوصل للداتا هاي بيحكي والله الداتا هاي مثلا الداتا هاي خلينا نحكي مش مهمه فبتركها، اوكي. في عندنا مبدا كمان الووتر ماركينج، انه العلامه الماليه مرات اذا بتلاحظوا بعض السوفت ويرز بيكون فيها ووتر مارك معين سيكريت كود بيدل على الشركه اللي صممت المنتج هذا. اذا انت حاولت تلعب في الكود هذا فالابلكيشن ببطل يشتغل عندك، اوكي، لانه السيكريت كود تغير. هذول ثلاث سلايدات بشرح لكم اياها المره الجايه، بس بشكل سريع جدا اذا اخذنا طبعا هذا ويب سايت بيعمل استيكانوغرافي. لاحظوا انا هون بدي اجيب صوره، هاي الصوره صوره المركب، المركب اللي في عليه مشكله، اوكي. فانا مثلا بدي احط جواته نص اللي هو هاي، اوكي. فشو بسوي هسه؟ الهاي بدي اخبيها وين؟ اخبيها جوا الصوره. بعمل انكودنج للداتا، لاحظ الداتا نعملها انكودنج. هسه شو بروح اسوي؟ بروح اعمل سيف للصوره، فرضا حطيناها على الداونلود. لاحظوا هاي الصوره الاصليه، هاي الصوره الاصليه. طيب خلينا نروح على الداونلود. في نص مكتوب عليها شيء يا شباب؟ الصورة؟ نص، النص اللي هاي اللي كتبته قبل شوي موجود؟ لا مش موجود. فإذا إيش؟ فإذا شو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إيش؟ فأنا مخبي الداتا جواته. طب أنا كيف ممكن أعملها ريكفري؟ طبعا بروح على الديكودينج، بنعمل أبلود للصورة تبعتنا، نعمل ديكود إلها. لاحظوا إيش؟ شو طلع لي؟ المسج اللي أنا كاتبه. فهاي الحالة هاي بنسميها الاستيغانوغرافي، انه بخبي داتا جوا صورة او جوا فيديو او جوا اي شيء. واضح شباب؟ الجزئية الأخيرة من التشابتر راح ارجع عيدها المرة الجاية، بس لأني لازم اطلع هسا. إذا في حدا عنده أسئلة للمرة الجاية، تمام؟ تمام، يعطيك العافية مهندس. اوكي، يس يس تراما، يو كان انه تحطي فيروس جواتها، يس. هاي راح نفرجيكم إياها كمان لقدام إن شاء الله.